الأخطاء اللي ما أريدها بالرسم، الأخطاء اللي ما أريدها بالرسم. بقى هسه هذه بالنسبة للورقة خط ما مايل، يعني شوفوا حتى مبين هسه هاي الورقة هيج عدلة، تليفون عدل. بعو هذا الخط مائل، مائل بزاوية تقريبا مليمين عن الخط ما تي سكوير العدل. زين، الخطأ الثاني اللي هو هذا، شوفوا نقطة التقاطع وين، هاي وهي وين صار المثلث هنا، هذا هم خطأ. زين، فحاولوا شقد ما تقدرون ترتبون الرسم. زين، باعوا هاي الأشياءات الزايدة هذني ما أريدهن. زين، بعد شنو؟ أي ذني باعوا ذني النقاط، هاي 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 الأشياء هيجي. زين، ها ذني الركز اللي ما أدري ليش خاليهن، هذني هم ما أريدهن. الخطوط الطالعة منا ومنا، المسافة بالقياس، هاي المسافة المنانة، شوفوا هسه هذا شمس قد المسافة مخلي بهاي 15 سنتيم، مو سنتيم واحد، بهاي عفوا 15 ملي، مو ملي، مو سنتيم واحد. شوفوا هاي، هاي الورقة جاية منها عريضة وبادية تصغر 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 لحد ما واصل هنا. فهاي أبرز الأخطاء اللي شفتها بالأوراق مالتكم، فما أريد تكرروهن. هسه أنا الأوراق كلها صححتها، بما أنه أنتوا أول يوم